الجامعة الجزائرية مهد الكفاءات والاستراتيجيات المتميزة والملقحة بإتقان، وما حققه الدكتور يزيد نموشي خريج جامعة قسنطينة فيض من غيظ ظهرت أولى نفحاته منذ 25 عاما في صناعة أشباه الموصلات وتصميم وبرمجة تطبيقات الفيديو في أكبر شركات العالم. ككل طالب جزائري يعني دخلت الجامعة في سنة 85 جامعة قسنطينة من توري. هذاك الوقت تاع التكنولوجي عامين ترونكوما، ومن بعد دخلنا التخصص الكترونيك في زرزرة. بعد رحت لفرنسا ندير ان ديو سنة 90. بعد ما كملت الدكتوراه تاعي في فرنسا دخلت رحت لبريطانيا، اول شركه خدمت فيها هي شركه امريكيه ولكن في الفرع تاعها في بريطانيا. الناس يعرفوا سيليكون فالي، هذيك تاع شركه الالكترونيه معروفه على كل حال. اول شركه تاع سيليكون فالي خدمت فيها انايا، وطورت كيما نقولوا المعلومات تاعي في الدومين هذا، خاصه تاع الفيديو بروسيسينغ. ومن بعد جوني عروض واحد اخرى في شركات بالخارج. استقطبت الكفاءة الجزائرية في عز عطائها بمضامين التحاضر والبحث بعد تحقيقه لمستويات عليا في التخصص وفي أكبر المؤسسات الأمريكية والبريطانية. صدقني هذا المناسبات هذول الله نحوس عليهم ويفرحونا، يعني باش يعني نجيو هكذا ونمدوا القليل يعني للشباب تاعنا هنايا ونفيدوهم يعني لو مينيموم. تقريبا كل اسبوع سواء محاضرات عن بعد او حضوريه، وتشرفت بتدخلات الكفاءات الجزائريه في الخارج والتي دائما تؤكد على انها في خدمه الوطن وفي خدمه ابناء الوطن. الرجوع الى الاصل فضيله، منهاج تجربه جزائريه صالت في اكبر تكنولوجيات العالم، مثبتة تعملقها الأكاديمي والتطبيقي ومساهمة في تقديم تجارب ناجحة لطلبة جامعة العرب بن مهيدي في عاصمة ولاية أم البواقي.